كما أكد شكري أن مصر تعمل على تأمين الملاحة في البحر الأحمر. وأضاف شكري أن مصر مستمرة في التعاون مع شركائها لتوفير حرية الملاحة في البحر الأحمر وتيسير المرور إلى قناة السويس، مؤكدا أن الدولة أو الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية تأمين الملاحة في هذا الممر المائي. نحن نشترك في المبادئ الخاصة بحرية الملاحة وضرورة الحفاظ على حرية الملاحة، والبحر الأحمر طبعا دائما الدول المشاطئة للبحر الأحمر تطلع بمسؤولية في إطار تأمينه، ونستمر في التعاون مع كثير من شركائنا لتوفير الظروف الملائمة لتوفير حرية الملاحة في البحر الأحمر، وطبعا تيسير النفاذ إلى قناة السويس. تحدثنا في إطار المبادئ، المملكة المتحدة عضو في تشكيل لوحدة بحرية جديدة في هذا الإطار. مصر لها علاقات وتعاون مع شركائها في أطر أخرى، ونستمر في التنسيق والحديث في أفضل الوسائل لتوفير حرية الملاحة وضمان السير للمنتجات ومنع أي تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد.